مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم خطوه بخطوه. النهارده هنتكلم فيها عن واحد من المشروعات المهمه، معرض الفرانشايز، وهو معرض هنتعرف فيه على فرص العمل المتاحه لكتير من الشباب اللي يقدروا يستغلوها يفتحوا فروع لكتير من الشركات وكتير من فرص العمل في محافظات مختلفه على مستوى الجمهوريه. تعرفوا معانا على الفرص دي في برنامج خطوه بخطوه. مشاهدينا احنا معانا دلوقتي الاستاذ محمد نبيل، هو واحد من المشاركين في المعرض، وهنتعرف منه على اهميه المشاركه في معارض زي اللي بتتعمل النهارده ودورها في مساعدته في مجال عمله. استاذ محمد نبيل اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادتك يا فندم. بدايه عايزين نعرف اهميه مشاركتكم كشركه في واحد من معارض الفرنشايز دي. والله هو يعني مشاركتنا في المعرض سبب رئيسي منها ان احنا نفتح منافس بيع للشركه، وفي نفس الوقت نعمل نساعد بعض الشباب ان هم يعملوا مشاريع بسيطه اليوم من خلال طبيعي منتجاتنا المتوفرة عندنا. يعني المشاركة في انكم تفتحوا فروع مختلفة للشركة، هل ده بيساعد في انه يزيد الدخل بتاعكم وفي نفس الوقت يرجع بعائد كبير على الفرد، ولا هو بيتم التعامل معاه ازاي؟ اكيد طبعا هي المنفعة مشتركة بيننا لشركتنا وفي نفس الوقت بالنسبة للقائم بالمشروع اللي عايز يعمله. هو المشروع ببساطة كده ان هو بيبقى عايز يفتح منفذ بيعرض فيه بعض المنتجات من خلال ان هو يكسب فيه من المنتجات دي. احنا بنساعده ان احنا بنوفر له المنتجات وبنوفر له العماله وبنوفر له التدريب الكافي للعماله دي عشان خاطر يقدروا يشتغلوا بالمنتجات بتاعتها. لكن ده بيتم بالتعاون مع مين؟ يعني الاجتماعي. يعني انا محتاج بدايه ان انا مثلا يبقى يعني هعمل المشروع ده معاكم وهتعاون معاكم كل حاجه، بس انا عايز اعرف الشركه نفسها بتتعاون مع مين في نقطه انها تفتح فروع وانها تسهل للافراد اللي جايين يقدموا. هو في كذا طرف طبعا في الموضوع. الطرف الاساسي فيها هو الصندوق الاجتماعي اللي هو بيقوم بالتمويل المالي، وانا بوفر المنتجات اللي بتتحط في المنفذ البيع او فريق المكافحه اللي بيقوم بالمكافحه نفسها. وفي نفس الوقت في وزاره الشباب برضو بتبقى هي مشرفه على الموضوع كله، بتنسق بين الصندوق الاجتماعي وبين الشركات العارضه في المعرض. لكن عايزين برضو يعني نعرف الشباب الآلية. أنا مثلا عندي النهاردة داخل المعرض الفرنشايز وعايز أعرف آلية التعامل معاكم، إزاي أقدر أنضم للعمل في الشركة، أقدر أبقى مسؤول عن فرع. هي الفكرة بسيطة جدا، هو بيجي يعمل أبليكيشن، بيملى استمارة عندنا وبناخد بياناته، وبرضو بنسأل عن البيانات دي طبعا بنتشك عليها من خلال زيارة للمكان اللي هو عايز يفتح فيه المعرض اللي هو يفتح فيه المنفذ، وفي نفس الوقت بعد ما بنتاكد ان المكان مؤهل ان هو يقوم بالمشروع بنعرض القصه على الصندوق الاجتماعي، وبنيجي احنا والاستاذ القائم بالمشروع ده بنقعد في الصندوق الاجتماعي نشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها وايه الامكانيات الماليه اللي احنا ممكن نمونه في حدودها، يعني ان هي مثلا نوفر له المنتجات في حدودها. بس هي دي الفكره يعني ببساطه شديده. يعني قصة بقى النواحي المالية والكلام ده كله يمكن تفصيلها أكتر عن طريق الصندوق الاجتماعي، لأن هو اللي بيمول الناحية المالية. أنا بالنسبة لي مفيش مشكلة إن أنا في الآخر أنا بمول المشروع من خلال توفير منتجات. مشاهدينا معانا واحد من الشباب اللي على الرغم من صغر سنهم حب ان هو يتعرف على ايه الفرص اللي موجوده في معرض الفرنشايز النهارده. معانا الشاب عمر عرفات. عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عمر احنا بدايه يعني واضح صغر سنك، بس عايزين نعرف انت سنك كام سنه او بتدرس في سنه كام؟ انا 16 سنه، بدرس ثالث ثانوي. حابين نعرف انت على الرغم من صغر سنك ده ايه السبب الاساسي اللي خلاك النهارده تيجي تشوف معرض الفرنشايز؟ والله بص حضرتك، انا جيت المعرض بحيث ان انا يعني اشوف الشغل، يعني اشوف ايه الشغل اللي ماشي دلوقتي مثلا في السوق وكده وبس، يعني حبيت اعرف يعني حاجات تانية فاهم انا ممكن ما اكونش عارفها يعني فاهم. بس
هو يعني ده جاي يعرف حاجات يعني ايه، عايز اعرف يعني في ايه الشغل اللي موجود كده بس يعني، فيعني تطلع يعني. يعني على الرغم من صغر سنك بس شايف ان انت ممكن تستفيد من هنا بحاجه النهارده تقدر تستغلها في المستقبل، تفكر فيها تبقى هي المشروع اللي هتشتغل عليه حتى اثناء دراستك او بعد دراستك؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا في حاجات يعني ممكن يعني لما اسمع واستفاد منها ممكن يعني حاجات يعني تثبت في مخي ان انا اعملها قبل الدراسة وممكن بعد الدراسة، بس برضه أكيد يعني بعد الدراسة لأن أنا تالت ثانوي. لكن أنت باصص لفرص العمل هنا في المستقبل إزاي؟ يعني أنت شايف إن ده ممكن يبقى عملك الأساسي ولا إن أنت برضه في هدف أساسي عندك وظيفة وإن أنت حابب يكون عندك حاجة تانية عمل خاص بيك؟ وحضرتك أنا يعني في حاجة في دماغي يعني حاجة أنا عايز أعملها بنفسي، وفي حاجة تانية يعني اللي هي إيه لازم أشتغلها زي مثلا شغل الحكومة يعني لازم هتشتغل، بس في نفس الوقت لازم حضرتك بتفتح مثلا زي محل حاجة خاصة بيك أنت، فيعني أنا عايز أعمل حاجة دي يعني مثلا مشروع خاص بيا ماشي، وبرضه في نفس الوقت بشتغل شغل بتاعي بس يعني أنا عايز أعمل كده. هو من الواضح يعني إنه عنده تطلع، عنده سعي إن هو يعرف فرص العمل المتاحة. يعني نتمنى ان كل الشباب يسعوا انهم يبقى عارفين ايه المتاح قدامهم في السوق، خاصه ان احنا في برنامجنا بنحاول نوصل كل شاب لفرصه عمل جديده او خطوه جديده يقدر يبدا بيها مشروع، واحنا معانا نموذج مع رغم صغر سنه بس هو بيحاول يوصل لحاجه زي دي، فاحنا نشكرك شكرا جزيلا ليك ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا. مشاهدينا معانا نموذج تاني من النماذج المختلفة الصغيرة السن اللي جات النهاردة المعرض الفرنشايز عشان تتعرف على الفرص المتاحة. برضو معانا أحمد. أحمد أهلا بيك. أهلا بيك أحمد. إحنا كان معانا واحد زميلك من الواضح صغر سنكم، يعني حاجة مبهرة جدا إنكم جايين في المكان ده، بس إحنا حابين برضو نعرف مشاهدينا أنت سنك كام سنة، بتدرس في سنة كام في المدرسة؟ أنا في أولى ثانوي، عندي 15 سنة. تمام. ايه السبب الاساسي اللي خلاك تيجي النهارده معرض الفرنشايز على الرغم ان اللي في سنك ما بيفكرش في حاجه زي كده؟ وقت مثلا هتكون بتفكر في ان انت تسلي نفسك، تضيع وقتك مع زمايلك، تركز في مستقبلك حتى، ايه اللي يخليك تفكر انك تيجي معرض لفرص عمل لحاجات زي كده؟ انا والله انا شايف ان اشوف عروض الشركات اللي هنا والحاجات اللي هنا دي وكده يعني. حابب ان انت يبقى عندك فرصة عمل في المستقبل بشكل كبير توسع بيها دخلك؟ ايوه. انا ان شاء الله ناوي بعد ما اتخرج ابقى اما انا اشوف اما اطلع ضابط يعني او اطلع طيار او كده. شكرا ليك يا عم. شكرا. مشاهدينا دايما بنكون معانا في حلقتنا واحد من الشباب اللي جايين يدوروا على فرصة عمل، لكن او اللي جاي يفتح لنفسه سوق عمل جديد، لكن احنا دلوقتي معانا واحد من المسؤولين بشكل اساسي عن دعوة الشباب انهم يوصلوا للمكان ده وعن تعريفهم بفرص العمل اللي موجودة في المكان ده. معانا الاستاذ احمد وهو احد الموظفين بواحدة من مديريات الشباب. استاذ احمد اهلا. اهلا بحضرتك. بداية احنا عايزين نعرف الدور الاساسي اللي بتقوموا بيه في دعوة الشباب للمشروعات اللي زي كده او المعارض اللي بتتاح فيها فرص عمل. احنا بننزل مراكز الشباب المسؤولين عنها في محافظة الجيزة، بنوجه لهم الدعوة عن طريق مديري المراكز وعن طريق الادارات الفرعية لمديرية الشباب والرياضة. احنا في ادارة الشباب بنحاول نسهل كافة الشباب ان هم يبقوا موجودين معانا في، بنساعدهم ان هم يعملوا المشاريع التجاريه بتاعتهم اللي هم بيحبوها بقرض على حسب ما الوزاره مقدمه العروض بتاعتها. We'll be right back.
بدايه احنا عايزين نعرف ايه يعني الهدف الاساسي من التعاون في مشروع الفرنشايز ده، وازاي بيتم التعاون فيه؟ هو الحقيقه الهدف هو نشر فكر العمل الحر من خلال مشروعات حق الامتياز التجاري، وهي مشروعات بنقدر نعتبرها انها ناجحه منذ اليوم الاول، لان بتتمتع بميزه الاسم التجاري السهل تسويقه. فممكن الصندوق يوفر القرض لصاحب الامتياز او يوفر القرض ايضا لحضرتك كشاب بتتقدم للحصول على هذا الامتياز التجاري. طبعا التعاون من خلال مراكز الشباب متميز جدا، لان احنا النهارده شفنا اكثر من 17 عارض متنوعين في الخدمات وفي المنتجات، من اول المواد الغذائيه للمراكز الرياضيه للدواجن للستاندات للمحلات. شفنا ايضا تجربه رائده جدا في التدريب على الدهانات من خلال شركه من الشركات المعروفه، فيعني فيها نوع من التدريب والتسويق والحصول على الامتياز التجاري. لكن بالنسبه ايضا شفنا برضو عشان انتوا قناه زراعيه برضو فرانشايزور او صاحب حق امتياز تجاري في المبيدات. تمام. لكن نرجع بالنسبه للفرانشايز قبل كده، المؤتمرات او المعارض اللي تم تنظيمها، ده المعرض نمره كام للفرانشايز؟ لا، احنا عملنا معارض كتيرة جدا. عملنا معارض من خلال المعرض الدائم للصندوق الاجتماعي في صلاح سالم، وكانت معارض كبيرة ودولية، وده بيقام بصفة سنوية. يمكن 6 أو 7 معارض أقيموا دوليا لحد النهاردة، بالإضافة أن ده تاني معرض يقام في مركز الشباب. مشاهدينا، عشان نتعرف على كل الامور ونتابع كل الامور اللي موجوده في معرض الفرنشايز النهارده، معانا الدكتور محمود حسن، وهو رئيس مشروعات وتدريب في وزاره الشباب. دكتور محمود، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك، الله يخليك. احنا بدايه عايزين نتعرف على اهميه مشاركه وزاره الشباب في واحد من معارض الفرنشايز. احنا طبعا وزاره الشباب بتتبنى الافكار الكويسه. لما قعدوا معانا الزملاء في الصندوق الاجتماعي وعرضوا فكره ان عندهم شركات بتقدم حق العلامه التجاريه للشباب، على طول احنا تبنينا الفكره وعملنا المعرض ده، وبدينا بيه بمجموعه من الشركات. النهارده فوق اكتر من 17 شركه. الشركات دي بتقول للشباب احنا عندنا مشروعات جاهزه، تعالى تقدم بيها على طول، بدل ما بتفتح مشروع انت مش درس ولا عارف دراسة الجدوى ليه، مشروع جاهز قدامك في شركات ناجحة بتحمل اسم المشروع، هتدي لك العلامة التجارية بتاعت المشروع تبتدي بيه، بيدولك القرض المناسب عشان تبتدي المشروع انت، وكل ما هنالك انه بيختار الموقع الكويس، المساحة الكويسة للموقع، بينفذ الاشتراطات المطلوبة اذا كانت بيئية او صحية، وبالتالي بيبدا المشروع. وقبل ما بيبتدي المشروع بيكون الصندوق الاجتماعي مع الشركه اللي بتدي له حق العلامه التجاريه بيكونوا دربوه تدريب جيد على ان هو ازاي يقدر يسوق للمشروع بتاعه داخل الحي او داخل المنطقه او المناطق المحيطه او على مستوى مصر او على مستوى بعد كده انه ممكن يوصل لاعلى مستوى. يعني بيحاول بقدر الامكان ان القرض اللي بياخده يستفيد فيه استفادة كاملة. احنا بنقول مش شرط شاب واحد يبتدي بالمشروع، ممكن اكتر من شاب ياخد القرض ده، مجموعة متكاملة بيتم برضو تدريبهم، وبعدين كفاية ان هو بيبتدي بعلامة تجارية لها اسمها في السوق، فده بيسهله ان هو بيكون عنده دراسة جدوى جيدة، بيكون عنده تسويق جيد، بيكون عنده قدرة على ان هو لما يواجه مشكلة في جهة يقدر يرجع لها وتحل له المشاكل اللي هي بتواجهه في السوق. شاركتوا في الشباب، تعالوا يعني تعالوا اشتركوا، واحنا تحت امركم كوزاره الشباب بنساندكم المسانده الكامله في اي مشروع هتقوموا بيه ان شاء الله. كم عدد المعارض الفرنشايز اللي تم تنظيمها ما بين التعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه من ساعه لما بدينا الفكره؟ هو 3 معارض، ده الثالث ان شاء الله، وهنعمل واحد كبير بقى يعني ان شاء الله هنعمله في مكان اكبر مع توسع الشركات اللي الصندوق الاجتماعي بيجيبها، وده عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الشباب ان هو يجي يشترك. يمكن حضرتك لو دخلتوا المسرح النهاردة هتلاقوا المسرح مليان، الشباب موجود على أساس انه عايز يعرف ايه المشروع. كل شركة بتشرح له المشروع وبتشرح له القرض اللي ممكن ياخده، بداية القرض ونهايته، بتشرح له السداد ازاي، طريقة السداد،
وبيشوف هو الامتيازات اللي يقدر ياخدها من المشروع، بيدرس نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع، وبالتالي هيقدر يختار العلامة التجارية اللي هو يقدر ياخد فيها مشروعه إن شاء الله. بالنسبة يعني أي شاب حب يبدأ في مشروعه، الآلية بتاعت أن هو يعمل، يعني لو فاتته النهاردة أن هو يجي يشارك في معرض الفرنشايز، إزاي يقدر يتواصل مع الوزارة؟ بيقدر يتواصل معنا إحنا كوزارة الشباب، بيجينا مباشرة في الدور السابع في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أو بينطلق على الصندوق الاجتماعي، وإحنا عندنا موقع متميز اسمه موقع وزارة الشباب، يقدر يدخل يشوف الخدمات اللي عليه. عندنا صفحة رسمية على الفيسبوك، عندنا في 19133 ده رقم بيتصل بيه، 19133 بيتصل بيه، أو يجينا بالاتصال المباشر اللي هو من خلال وزارة الشباب في الدور السابع في الإدارة المركزية للمشروعات، في إدارة كاملة بتتولى الموضوع ده وبتسهل له الأمور، أو مع الصندوق الاجتماعي. خدنا جولة سريعة في معرض الفرنشايز، من خلالها عرفنا ان في بعض الافرع المختلفة للشركات المتواجدة هنا، لكن احنا حابين نعرف من كل مكان متواجد فيه بعض الاشخاص هو ايه دورهم، اهمية دورهم واهمية وجودهم معنا. وهنبتدي معنا الاستاذ وائل عباس من جهاز تنمية التجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة. استاذ وائل اهلا بك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بداية احنا عايزين نعرف دور جهاز تنمية التجارة الداخلية واهمية وجوده هنا. جهاز تنمية التجارة الداخلية هو اليد التنفيذية لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الاستحواذ على الأراضي ومنح الأراضي للمستثمرين بنظام المطور التجاري. الجهاز كجهاز أنشأ سنة 2008 بقرار جمهورية 354. الجهاز هو اليد التنفيذية دي بتستحوذ على الأراضي، وبعد ما تستحوذ على الأراضي بترفع الأراضي وبتم طرحها على المستثمر لإقامة مولات تجارية وهايبر ماركتس وسوبر ماركتس وعرضها على شباب الخريجين أو شباب رجال الأعمال للاستفادة منهم، وبعد ذلك إقامة العديد من المراكز التدريبية لتدريبهم على المهنة التجارية، العديد من المهنة التجارية. الجهاز بيقوم بالعديد من الأدوار، دوره كتقديم السجل التجاري للمستثمر، ودوره بعد تقديم السجل التجاري هو منح الأراضي ومتابعة الأراضي في الترفيع، ومتابعة الأراضي في منح الأراضي للمطور حتى بعد ما بيطور الأراضي، وبعد ما بيرفعها احنا بنعرض عليه المتابعة الفنية ليه. بالنسبة لأهمية أو الدور الأساسي اللي بتلعبوه من خلال وجودكم في الفرنشايز النهاردة، أهميته إيه بالنسبة لكم؟ الفرنشايز إحنا عندنا العديد من المشاريع، منافذ البيع، عندنا العديد من الأراضي بمساحات مختلفة 40 متر و100 متر ومساحات كبيرة. الأراضي دي إحنا بنحاول إن إحنا نعمل لها نظام الفرنشايز، نظام اللي هو المايكرو، يعني كارفور والهايبر ماركتس بنخليهم نظام الميني ونظام المايكرو. المايكرو هو ده اللي هنقدر نحن نعممه على الشباب، وان احنا نحول المساحات الصغيره دي لمساحات اكبر، والانتشار الجغرافي ليها في القرى والمراكز اللي المواطن فيها لم يلمس سلع جيده ولا سعر تنافسي. بالنسبه للبدال التمويني، احنا عندنا 25,000 بدال تمويني على مستوى الجمهوريه، دول بتشرف وزاره التموين والتجاره الداخليه عليهم. المنظومه العامه للبدالين التموينيين بعد اشراف الوزاره عليهم احنا بنحاول ان احنا دلوقتي نطورهم، بنوزع عليهم الماكينات الصغيره اللي هي لصرف السلع التموينيه، زائد ان احنا بنحاول ان احنا ننوع السلع التموينيه. كانت زمان زيت وسكر وسمنه، زيت وسكر وسمنه ودقيق، دلوقتي لا، في كل اللي انت عايزه وبمستويات جوده مختلفه. مشاهدينا بنستكمل معاكم جولتنا في معرض الفرنشايز، ومعانا الأستاذ هشام عشان يعرفنا على نشاطه وسبب وجوده النهاردة في معرض الفرنشايز والهدف الأساسي اللي هو بيسعى لتحقيقه. أستاذ هشام أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين نتعرف بشكل أساسي على النشاط المستهدف تحقيقه من وجودك النهاردة في معرض الفرنشايز، هدفك الأساسي. الهدف الأساسي هو تكوين شبكة من مراكز اتصالات تغطي الجمهورية
بتتيح فرص عمل كثيفة العمالة للشباب. الميزة بتاعتها ان هي بتقدم الخدمات في كل محافظة، يعني مثلا لو هو في شركة محمول بتقدم الخدمة لأهل أسوان ممكن تتقدم بسعر أرخص، واللي بيقدم الخدمة أبناء أسوان نفسهم بنفس اللكنة، وممكن نفس الخدمة دي بتقدم دوليا. احنا عندنا كفاءات كتيرة في خارج القاهرة المزدحمة بطبيعة الحال، بتعرف لغات زي مثلا في اسكندرية زي في شرم الشيخ، ممكن يقدموا الخدمات دي دوليا عبر القارات. احنا موجودين في منطقة متوسطة فنقدر نخدم اليابان من الساعات من 12 بالليل ل 8 الصبح، نقدر نخدم المنطقة العربية من 8 ل 4 مساء، نقدر نخدم أمريكا والدول الغربية في الفترة من 4 ل 12 منتصف الليل. الكلام ده بيتيح ان هو نفس الكرسي بيتيح ثلاث فرص عمالة مباشرة، شخص بيقدم الخدمة بالتليفون، وفرصتين عمل غير مباشرة اللي هو الشخص الإداري أو التسويق. بتتيح تقديم مراكز الاتصالات خدمات الكول سنتر على مستوى دولي، بتتيح فرص عمل، وبتتيح انتشار التكنولوجيا على وتوطين التكنولوجيا على مستوى مصر. لكن الدور اللي انتوا عايزين توصلوا له من خلال مشاركتكم النهارده في معرض الفرنشايز، عايزين تحققوا قد ايه نسبه انتشار في مصر؟ عايزين تحققوا فروع قد ايه؟ او حتى الهدف اللي عايزين توصلوا له خلال الفتره دي؟ احنا عايزين مركز اتصالات في كل محافظه، يعني نتمنى بنهايه 2015 يكون عندنا 27 مركز اتصالات، كل واحد منهم بيسع 200 مقعد يقدم الخدمات دي دوليا، واحنا هنساعد الشركات اللي هي عايزه تبني كول سنتر بالمعرفه الفنيه وبدوله العمل الداخليه، وهنتشارك في التسويق ما بيننا وما بين الشركات دي، يعني هنشتغل المستثمر هيبقى شريك معانا في الانتشار الدولي والحضور المعارض الدوليه، وهتنخفض التكلفه لما بتتقسم على المجموعه. مستهدف ان انتوا تحققوا انتشار كم فرع في الجمهوريه؟ 27 فرع على 27 محافظه. 27 يعني الهدف المحافظات الرئيسيه مش المدن الفرعيه؟ ما هو عاصمه المدن، احنا عندنا انفراستراكشر موجود في مصر، السنترات المركزيه اللي هي في اسكندريه مثلا، في السويس، في الاسماعيليه، في الشرقيه، الزقازيق، في أسيوط، كل مدينة من دول فيها اتبنى مراكز خدمات جمهور وسنترالات. لو استغلت الإمكانيات دي واستغل العمالة اللي موجودة في المحافظات هتحقق دخل، بالإضافة ان هو تكلفة الموارد في أسيوط والصعيد هتبقى أقل بكتير من تكلفتها في محافظات المزدحمة زي القاهرة واسكندرية مثلا، فبالتالي ان هي بتدي فرصة استثمارية منخفض التكلفة كمان وشديدة الربحية. مشاهدينا تعرفنا على معرض الفرنشايز وعلى الفرص المتاحة ليه، وفي خطوة بخطوة عايزين نعرف كلنا ايه فرص العمل اللي نقدر نستغلها وازاي نقدر نطور من نفسنا. دي كانت حلقتنا النهاردة من خطوة بخطوة، استنونا في حلقتنا الجاية وفرص عمل جديدة وافكار جديدة. مع السلامة.